تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الاستاذ عمر الفرحان. اهلا بكم الى استوديو الرافدين سيد عمر. اهلا وسهلا بك. حياكم الله. منظمه سوليداريتي انترناشونال الفرنسيه يعني تؤكد ان اكثر من 8 ملايين مدني بحاجه لمساعدات عاجله في العراق. اين الاموال في وقت تقول ان موازنه هذا العام انفجاريه، تقول الحكومه ان هذه الموازنه انفجاريه؟ نعم، يعني أدت هذه السياسات الفاشلة وغير العادلة من محاصصة وطائفية إلى أن الحكومة تنتهج سياسات غير واقعية وسياسات مضللة حتى تتمكن من إضلال المجتمع الدولي من هذه العمليات الفساد المتفشية في أروقة الحكومة العراقية منذ 2003 وإلى اليوم. وأدت هذه السياسات في طبيعة الحال إلى إفقار الشعب العراقي، وإن أدت هذه إلى أزمات تلو الأزمات، حتى أن هذا المجتمع العراقي والعراق أصبح من الدول المتقدمة في قائمة الفساد ومن الدول التي تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة، وهذا كله بسبب هذه السياسات الخاطئة. تعترف الحكومة أن مؤسساتها وأحزابها وأنظمتها تعمل جاهدة على تجويع هذه فئات المجتمع العراقي برمته، وذلك من خلال السرقة المنظمة ومن خلال إعطاء الأموال المخصصة من المجتمع الدولي لهؤلاء النازحين والمساعدات المقدمة للشعب العراقي إلى جيوب المنظمات والأحزاب والمؤسسات الحكومية في العراق، وهذا كله يؤدي بطبيعة الحال إلى تفشي الفقر في العراق، وهذا بسبب الأزمات المتتالية والحروب والنزاعات المسلحة في العراق. سيد عمر، في المقابل وزارة الهجرة تقول والمهجرين إن 465,000 ما زالوا في مخيمات النزوح. هذه الأرقام، مدى صحة هذه الأرقام؟ يعني هل لديكم أرقام دقيقة حول عدد النازحين الموجودون في العراق؟ يعني إلى الآن لم تستطع الآلاف من العوائل العراقية في بلدة بيجي وجرف الصخر والعويسات ويثرب والنخيب وابراهيم بن علي وربيعة إلى منازلهم، وهذه الأعداد إذا ما قمنا بإحصائية يعني بسيطة لهذه العوائل النازحة والتي لم تعد إلى الآن إلى قراهم، فكل عائلة هناك من 4 إلى 6 كمعدل العائلة العراقية في هذه المناطق، وإذا ضربنا هذا العدد بمئات الآلاف فإنه يصبح الكثير، العدد أكبر مما أعلن عنه من منظمة الهجرة والمهجرين والدوائر الحكومية، وهذه العوائل كلها يعني باتت في مخيمات النزوح، وتؤكد هناك مصادر محلية وجود أكثر من 25,000 بيت مهدم فقط في بيجي، يعني هذه مدينة من محافظة، إذا كان هناك 25,000 بيت مهجر فكيف يصبح العدد؟ فإن الأعداد التي تقول بها هذه الحكومة ليس بالعدد الحقيقي وليس بالعدد الصحيح، ويعني وجود هذه الأعداد الكبيرة حيث تقول منظمة الهجرة الدولية وجود أكثر من 1,800,000 نازح إلى الآن في مخيمات النزوح، والحكومة تتعمد إلى إهمالهم ولم تقم بالواجب الإنساني والأخلاقي المتحتم عليهم في إرجاع هؤلاء النازحين إلى مناطق. نعم سيد عمر، هناك من يرى بأن عدم تقديم المساعدات وإعادة الإعمار ينطوي على خطة لإحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي هجر أهلها منها. كيف هل تتفق مع هذا، مع ما يراه العديد من المراقبين حول الشأن والتغيير الديموغرافي في العراق؟ يعني تعهدت العديد من الدول بإعادة إعمار العراق وبدء عمليات بعد عمليات ما تسمى عمليات التحرير، وقدمت هذه الدول أكثر من 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، ولكن لا تكفي هذه المبالغ المقدمة من قبل المجتمع الدولي لهذه المناطق المنكوبة والتي شهدت نزاعات مسلحة، فضلا عن أن الحكومة قررت مثلا على سبيل المثال ان 118 مليون دولار لمحافظه نينوى، والتي تعد هذه المحافظه من اكبر المحافظات في العراق، وهذا لا يتناسب مع حجم
وطبيعة الدمار الذي خلفته آلة الحرب الحكومية في هذه المحافظة. والتقارير تشير إلى أن يعني المساعدات المقرونة بالمصالح والمكاسب على الأرض، فإن بعض الدول تقوم بتقديم هذه المساعدات للشعب العراقي عن طريق يعني كسب مصالح ومكاسب على الأرض. وبالتالي فإننا نرى في مثلا على في صلاح الدين، في محافظة صلاح الدين، قامت الميليشيات بتهجير المناطق حول المرقدين في سامراء والاستيلاء عليهم بقوة السلاح. وبالتالي فإن هذه الحكومة جاءت بالميليشيات وجاءت بالكثير من عوائل لهؤلاء الميليشيات وتوطينهم في هذه المناطق، وهذا يعد من عمليات التغيير الديموغرافي الحقيقي في محافظة صلاح الدين، وكذلك أيضا في ديالى، في منطقة المخيسة وغيرها من المناطق ديالى التي تشهد عمليات نزوح قسرية من قبل الميليشيات. وبالتالي هذه المساعدات مقرونة بعمليات التغيير الديموغرافي والأوضاع الإنسانية الخطرة وغير مبررة التي تقوم بها الحكومة والجهات المتنفذة والموالية إلى الدول الإقليمية، وهذا ما لا يكون قد أشير إليه صراحة في القانون الدولي الإنساني. نعم، على الرغم من تجاهل الحكومة في بغداد النازحين ورفع معاناتهم، فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول بأن هناك 12 شركة متورطة بشبهات فساد في ملف إعادة الإعمار. هل اقتصر الفساد في ملف إعادة الإعمار على 12 شركة فقط في عموم العراق؟ نعم، هذه 12 شركة يعني فقط المعلن عنها، وإنما يعني هناك دولة عميقة في العراق في مختلف المؤسسات وفي مختلف الاتجاهات وفي مختلف القطاعات. تقوم هذه الدولة العميقة بتفتيت المجتمع العراقي من خلال يعني الفساد المستشري في هذه المؤسسات الحكومية. وحقيقة يعني هناك تجاهل أممي وتجاهل من قبل منظمات المجتمع الدولي لهذه العمليات، ويمكن أن نقول هناك تواطؤ ما بين المنظمات الدولية وما بين الحكومة الحالية في العراق، حيث أن هناك يعني تبادل منفعة وتبادل مصالح فيما بينها، وبالتالي تتغاضى هذه عن عمليات الفساد وعمليات الرشوة وعمليات الإهمال المتعمد وعمليات السرقة المنظمة من قبل الحكومة، وبالتالي تذهب الأموال هنا وهناك، ولا تستطيع أي جهة دولية أن تحقق في هذه الأموال بالوقت الراهن، بسبب أن هناك تنازلات وهناك تفاهمات ما بين الحكومة العراقية وما بين لنقل الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط بشكل أو بآخر على هذه المنظمات الدولية حتى تمنع من انتشار هذه العمليات الفساد في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام. وبالتالي هناك تكون عمليات سكوت ممنهجة ومنظمة ما بين هذه المنظمات في أروقة الأمم المتحدة للسكوت عن الفساد المستشري في العراق. نعم، الأستاذ عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من بغداد. شكرا جزيلا لك.